يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات مصر العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 36-26، الإسكندرية 33-25، مطروح 32-23، بورسعيد 33-25، والإسماعيلية 38-24، وإلى السويس 37-25، العريش 33-24، طابة 38-28، شرم الشيخ 40-23، والغردقة 41-29، إلى الأقصر 43-28، أسوان 44-29، الوادي الجديد 43-29، حلايب 38-29، وشلاتين 43-30. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.